برحب بحضراتكم مرة تانية، ومنورني الحقيقة في الاستوديو كابتن عبد الله جلال نجم الأهلي السابق اللي دايما بينورنا وبيمتعنا في الكلام بالكلام عن كرة القدم. وعندنا كلام كتير قوي عن طبعا النادي الأهلي الفترة دي والفترة اللي جاية والمسابقات اللي جاية. ورحب بيك، منورني يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. كنت بتقول إيه على الصورة؟ لا، كان في صورة كده ليا مع ميسي، بس للأسف اللي خد اللقطة ملحقش يجيب. الكرة وقفت عند وشي كده. منورنا طبعا يا كابتن. منوري. وخلينا نتكلم كده، نبدأ من مباراة الإنتاج اللي هي يوم الثلاثاء إن شاء الله، وتقولي شايف المباراة دي فنيا إزاي، وإزاي موسيماني هيتعامل معاها؟ يعني هو في البداية، يعني طبعا النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة، سواء على مستوى البطولات اللي بيشارك فيها الفترة اللي فاتت، وطبعا بنهنيه وبنهني النادي الأهلي وبنهني جماهيره طبعا بالبطولات بالثلاثية. يعني طبعا النادي الأهلي ومستر موسيماني مركزين جدا في كل مباراة بياخدوها على حدة، لأن طبعا الفترة اللي فاتت كان في إصابات، سواء إصابات عضلية أو إصابات بسبب كورونا. فكل ده بيحصل لخبطة عند المدير الفني أو عند الجهاز الفني في ان انت تحط تشكيل معين او قوام معين للفريق ممكن اقدر احافظ عليه ويبقى فيه ثبات كمان، في سواء في تشكيل او في الاداء. فالفتره اللي جايه دي مستر موسيماني طبعا على قد ما بنشوف، يعني او احنا بنشوف الفتره اللي فاتت، ان هو بيحاول يظهر جوانب فنيه عند بعض اللعيبه في مراكز مش بتاعتها. يعني الماتش اللي فات، ماتش سيراميكا، اكرم كان في نص الملعب وبعد كده بقى يلعب باك رايت واجاد فيه وادى بشكل كويس جدا. يعني الماتش اللي قبله كان احمد رمضان بيكهام. فكل ده من العناصر اللي هي بتبقى متاحه للمدير الفني ان هو يقدر يبقى عنده مرونه سواء في التشكيل الاساسي او حتى على دكه الاحتياط، ان انا ممكن استعين باي حد في اي وقت من الاوقات. الحاجه الثانيه ان شاء الله، يعني ممكن يكون ممكن التاثيرات زي ما بنقول الاصابات هي اللي ممكن تاثر على التشكيل. يعني احنا عندنا مثلا علي معلول اصابه من الماتش اللي فات وظهر النهارده، يمكن التقرير الطبي بيقول بنسبه 70 او 80% ان هو مش هيلحق الماتش اللي جاي. وجانب كمان ان محمود وحيد راجع من اصابه، برجح ان ممكن يحصل بس تغييره بسيطه، ان ايمن اشرف يروح ناحيه الشمال مكان علي معلول ويؤدي فيها كويس، لان لعب فيها كذا ماتش وبرده هو ده مكانه الاساسي برده. ويخش مكانه ياسر ابراهيم او سعد سمير لو متاح برده بشكل فني في المكان ده. واي حد هيلعب في التوقيت ده مع النادي الاهلي برضو بيقدر يؤدي سواء في مركزه او غير مركزه. التغييرات دي كلها انا يعني حتى انا شايف ما بتاثرش بشكل كبير قوي على اداء النادي الاهلي او حتى على التشكيل نفسه، لان طريقه اللعب ممكن تتغير في وقت من الاوقات، لكن الاداء بيفضل برضو في يمكن فعلا تصعود. موسيماني بيتكلم انه الاصابات واصابات كورونا او الاصابات الثانيه بتجبره على ان هو يغير تشكيله اللعب يمكن كل مباراه عن الثانيه، بس فعلا بتلاقي في الاخر انه الاداء المستوى مش بيتغير بشكل كبير عن المباراه اللي قبلها. بس لازم اسالك على رايك في ظهور والتر بواليا الاول مع النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت. والله انا شايف بمجمل يعني ظهور جيد. احنا برضو ما نقدرش نحكم طبعا لسه من اول مباراه، ولكن دي اول مباراه. يعني ما اقدرش احكم عليه لان برضو لازم ياخد فرصته. طبعا الفرصه دايما بنقولها سواء على المدير الفني لما بيجي يمسك اي فرقه، زيه زي اللعيب برضو اللي بيبقى لسه جديد. انا ما اقدرش احكم عليه، ممكن اديله مثلا ماتشين ثلاثه، ومش معنى حتى لو كان ظهر في ماتش سيراميكا وهدف سواء هدف او اتنين او حتى جاب هاتريك، ما اقدرش برضو احكم عليه واقول ان ده هو ده اللعيب اللي هو خلاص 100% بقى راس الحربه بتاع النادي الاهلي او راس الحربه الاساسي بتاع الفرقه. لان في وقت من الاوقات بيبقى اللعيب بيبقى في اول حاجه بيلعب بالدافعيه او الحاله النفسيه وعنده نشوه وعنده رغبه ان هو يبقى يثبت نفسه. هل الرغبه دي ممكن تستمر او الاراده بتاعت الرغبه بتاعته ممكن تستمر ممكن ماتش ماتشين ثلاثه؟ دي راجعه للعيب. لو فيها استمراريه هقدر اقول لك بعد كده احكم عليه بعد خمس ست ماتشات اقدر اقول ده فعلا ده راس الحربه الاساسي بتاع الفرقه. لكن في الاول بيبقى طبيعي ان انا عايز اثبت لجماهير النادي الاهلي ان انا راس حربه كف، ان انا استحق الفلوس اللي انا جيت بيها، ان انا استحق ان انا اكون متواجد مع النادي الاهلي في بطولاته اللي جايه. وان شاء الله يعني انا شايف مستبشر خير ان شاء الله، يعني ويكون حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا دايما عندنا سؤال في الحلقه يا كابتن، انه مين افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظرك في المباراه اللي فاتت؟ واحنا كده بنتكلم على مباراه الاهلي وسيراميكا، عايز اعرف وجهه نظرك في افضل ثلاث لعيبه في النادي الاهلي المباراه اللي فاتت. افضل ثلاث لعيبه، يعني لو انت بتكلميني ممكن مثلا
ناخدهم كده بالترتيب بس من تحت اللي فوق. يعني الافضل مثلا كان على مستوى التكتيك اكرم توفيق. يعني انا شايف ان هو برده اجاد في مكان مش في مكانه، وفي نفس الوقت بيلعب على قد قدراته، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو ينفذ الجمل التكتيكيه او بيحاول ينفذ التعليمات بتاعت مستر موسيماني. تاني واحد برده الى حد ما برده ماشي بخطى ثابته برده وكويس جدا اليو ديانج، برغم ان هو من رجوعه من كورونا ممكن تكون اثرت عليه لحد ما في بعض الاوقات، لكن برضه بنفس الكواليتي بتاعته بنفس الجوده اللي هو بيجيد بيها في نص الملعب بنفس الدفاعيه بنفس الـ 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 الشراسه الهجوميه اللي موجوده عنده، التكمله بتاعته بتاعت نص الملعب كل ده يعني برضه ماشي كويس. النقطه الاخيره ممكن يبقى في اثنين لعيبه انا مش عايز اظلم حد فيهم، يعني علي معلول وكهربا. الاثنين الصراحه يعني في الفتره دي او الفتره اللي هي ممكن يكون في اصابات او في تقصير في السكواد بتاع لعيبه النادي الاهلي، دول بيظهروا في الوقت ده وبيجيدوا وبيشيلوا المسؤوليه فعلا بشكل كبير، ويمكن علي معلول اكتر كمان سنه من محمود كهربا ان هو بيجيد فعلا ان هو يبقى قائد زي ما بيقولوا كده، مش لازم يبقى فيه شرط القياده معاه بس على الاقل قائد جوه الملعب، بيقدر يتحكم في رتم الملعب، بيقدر يتحكم في العقليات حواليه اللي بتكون جنبه في الملعب، ودي سمه كويسه فيه، فاقدر اوازن بينه وبين محمود يمكن كهربا. لحد دلوقتي في التصويت يعني وانا متابعه في اكتساح لكهربا على مباراه سيراميكا، ومتهيألي كهربا يعني يا كابتن كلنا ملاحظين انه من ماتش للتاني للتالت دايما اداؤه في تطور ودايما بياخد ثقه اكتر يمكن في المباراه، واعتقد انه لسه يعني التوب فورم بتاعه او افضل حال ليه جاي مع الوقت جاي مع المباريات اللي جايه. اكيد طبعا اي لعيب في الدنيا ممكن بيطلع الموضوع كله واحده واحده، مفيش حد بيطلع مستواه مره طبعا. واحده حتى لو يعني رغم الغيابات ان هو جات عليه فتره ان هو برده كان في وقت الغيابات بتاعت كورونا او قبلها كمان برده وقت الوقف، كنا كلنا مستبشرين خير ان محمود كهربا في الوقت اللي هو كان موقوف فيه الفتره بتاعت بعد كاس السوبر المصري، فهو بدا يرجع نفسه. الحته اللي ممكن تكون بتاثر برده دايما على مستواه وممكن تديه دفعيه برده اكتر في حته ان يعلى بمستواه، حته التهديف في كل مباراه. في كل مباراه هو بيهدف فالنفسيه عنده بتبقى مرتاحه جدا، وفي نفس الوقت بيبقى عنده الدفعيه ان هو كل ماتش ان هو يأدي كويس وينفذ تعليمات المدير الفني على قد ما يقدر، فبالتالي ان هو طالما بيأدي وبينفذ تعليمات المدير الفني فاكيد هيوصل للي هو عايزه ان هو يحط هدف في كل مباراه، ودي خدمه جدا جدا، ويا رب دايما تبقى مستمره معاه لان دي برضه هتطور من شكله وهتطور من ادائه مع النادي الاهلي. ولسه عندنا كلام كتير كمان يا كابتن عن باقي اللعيبه وعن الهدف الاول الفتره اللي جايه كاس العالم للانديه، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن عبد الله جلال. برحب بحضراتكم من جديد ولسه معايا كابتن عبد الله جلال، واحنا يا كابتن بنتكلم على اللعيبه كده وبنقيم لاعب لاعب. خليني اسالك انه شايف ان وولتر بواليا هيحتاج وقت كبير علشان ينسجم مع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ويبدا يهز شباك المنافسين، ولا خبرته في نادي الجونه مثلا وخبرته في الدوري المصري هتخلي الموضوع يحصل بسرعه وبسهوله؟ لا هي بص هي فيها ليها شقين الموضوع ده، وهي الشق الاولاني راجع ليه هو هو عايز ايه. يعني اي لعيب دايما في الدنيا بيبقى ليه اراده ليه نفسيه ليه هدف، طالما حددت هدفي وبشتغل عليه وبدور على اقصر الطرق فعلا ان انا اوصل للي انا عايز احقق هدفي فيه، فدي هعرف احقق هدفي فيه. الجزء الثاني برده راجع برده للاجواء اللي حواليه، وانا شايف ان الاجواء برده يعني سامحه ان مساعده جدا مساعده جدا، يعني ما فيش حد يجي النادي الاهلي ويلبس فانيله النادي الاهلي وما يقدرش يحقق كل اهدافه صح، ان لم يكن مثلا دلوقتي انت بقى بتعطل نفسك بنفسك. لكن القصه بقى ان مثلا دلوقتي ممكن يكون الجهاز الفني برده راجع برده للشغل او الجمل التكتيكيه بتاعت المدير الفني اللي ممكن مثلا تظهر الفيرود بتاع النادي الاهلي. الجزء التكميلي ليه ان انا بقى اقدر انفذ في اقرب وقت واقرب فرصه، ان انا من ربع فرصه ان انا بهدف وبجيب هدف، فده هو اللي هو اللي خليني اظهر واظهر قدراتي
يمكن بالمستوى اللي يظهر قدراتي بمعنى صح. يمكن كمان من اهم اللعيبه في النادي الاهلي واللي يمكن لعب بس 5 دقايق الماتش اللي فات بس كان فارق جدا كابتن وليد سليمان. اكيد طبعا ده الحاوي ده. شايف ازاي يعني تألق كابتن وليد سليمان مع النادي الاهلي الفتره دي وانه قد ايه بيفرق جدا اول ما بينزل الملعب يا كابتن؟ الدنيا بتتغير، شكل اللعب كله بيتغير. ولازم لسه برضو هاخد من كلامي في النقطه اللي انا قلتها لحضرتك من شويه ان علي معلول ليه دور ان هو بيبقى قائد جوه الملعب. صح. وده الجزء التكميلي لكابتن وليد سليمان. صح. وهو لما بينزل ممكن بيقلب اي ماتش بلغه الكوره، بيقلب اي ماتش. دايما في اي فرقه في العالم بيبقى اللاعب الخبره ليه دوره، مش لازم يبقى دوره جوه الملعب ان انا لاعب اساسي، ممكن ابقى اساسي في خلال ربع ساعه، ممكن ابقى اساسي في خلال شوط. ده اللي بيحدده دايما المدير الفني لما بيديك تعليمات كلاعب خبره جوه الفرقه ازاي امشي وليك دور امشي بيه جوه الفرقه. وخاصه لما يبقى كل ماتش دلوقتي وليد سليمان محسوب ان انت اللاعب اللي هو بيقلب فعلا اي ماتش لما بينزل او بيبدا. يعني يمكن الفتره اللي فاتت في ماتشين او 3 ماتشات وليد سليمان بدا فيهم. بس الاكتر كله هتلاقي ان لما بينزل بيبقى احسن، مش قصه احسن ان هو يبدا او ما يبداش، لا احسن في ان هو في وقت من الاوقات اللاعب بيبقى محتاج اللعيب الخبره اللي هو ينزل يحرك يحسم الموقف بقى، يحركه ويشغله ويديله الدفاعيه ويديله ويعلي الهمه بتاعته، عكس من ان انا مثلا ابدا اللعيب الخبره من اوله من اول المباراه. في ممكن اللعيبه ما بتستجيبش للعيبه الخبرات بمعنى صح ان هو من بدايه الجيم. لكن النقطه دي انا شايف ان هو مع كابتن وليد سليمان بتفرق، سواء هو بدا المباراه او حتى نزل شوط او نزل نص ساعة، بيقدر يغير الريتم بتاع المباراة، بيعرف يغير العقلية بتاعت اللعيبة مثلا الصغيرة أو الكبيرة حواليه في الملعب، بيقدر يلم الفرقة بمعنى صح وإن هو يقدر برضو نغير نتيجة المباراة للأحسن. طب خلينا نتكلم على المنافسة في الدوري بشكل عام الموسم ده، وخليني أسألك إنه بعد 6 مباريات أو بعد خد 6 ماتشات في الدوري الموسم ده هيبقى تويج سهل كما جرت العادة، ولا شايف ان المنافسة صعبة الفترة دي؟ وانا عارفة انه في فرق طلع اساسا وعاملة الحقيقة نتائج كويسة جدا في الدوري، والمنافسة الموسم ده شكلها صعب شوية. صعب. مش بص، مفيش سيناريو في الكورة او في الدوري المصري عامة بيتكرر سنتين ورا بعض. يعني ممكن كل 3 4 سنين، ممكن كل 5 يكرر السيناريو بتاع ان الاهلي بياخد الدوري قبل نهاية الدوري مثلا ب7 ماتشات. ودي لو هنركز مع التاريخ على مدار تاريخ النادي الأهلي هتلاقي كل 7 سنين أو كل 8 سنين هتلاقي الأهلي بياخد الدوري قبل نهاية البطولة ب7 ماتشات أو ب5 ماتشات. الحاجة التانية، الفرق فعلا في فرق كتير مستعدة السنة دي، ويمكن غالبا إن الفرق اللي صعدة من ممتاز به للدوري الممتاز مستعدة أكتر استعداد من فرق كانت قاعدة وضمنا الأعاد من السنة اللي فاتت في الدوري الممتاز. على سبيل الذكر ليس الحصر، فريق سيراميكا فريق محترم، يمكن عمل ماتش كويس الماتش اللي فات أو الماتشات اللي فاتت دي كلها، عمل نتائج كويسة وعمل أداء كويس قبل النتائج، عمل أداء كويس. هم جايبين صفقات كويسة أوي، هو جايب صفقات كويسة وعامل ميكس بين الناس اللي قاعدة من اللي صاعدة معاه من الفريق، وسواء الناس اللي اشتراها. وفي ميزه برضو عندهم ان هو قدر كمدير فني قدر يعمل توليفه بسرعه في وقت قصير بين الناس القديمه والناس الجديده، او حتى يطبق شغله مع الناس الجديده اللي هو اغلب الفرقه الاساسيه منها، قدر يطبق معاه شغله ويحفظهم بسرعه، ويقدر ان هو يعمل حاجه كويسه سواء اداء او نتيجه. طب تتوقع مين يكون الحصان الاسود البطوله الموسم ده؟ الحصان الاسود ممكن هو غالبا سيراميكا. يعني غالبا سيراميكا لو فضل ماشي بنفس الريتم ده او بنفس النتائج دي او بنفس الاداء ده ممكن يعمل حاجه كويسه، وممكن يكرر السيناريو بتاع امبي في اول سنه صعود ليه، برده كان حصان اسود وكان من ضمن المربع الذهبي. طيب لو اتكلمنا على كاس العالم للانديه
الفتره اللي جايه كل الجماهير الاهلي يعنيها على كاس العالم للانديه، سواء كان ان احنا نحقق مركز متقدم او ان يبقى البطوله من نصيبنا. يعني يمكن كان موسيماني اتكلم في ده يا كابتن وقال انه صعب وان احنا لازم نكون واقعيين وانه ما فيش فريق افريقي قبل كده توج بكاس العالم للانديه. انت شفت التصريحات دي ازاي؟ لا، هو التصريح بتاع مستر موسيماني فكرني بتصريحين. التصريح الاولاني لكابتن الجوهر الله يرحمه، الله يرحمه، كان في بطوله 98 قبل البطوله مباشره كان مسافر، قال للصحفيين كلهم وقال للناس كلها احنا رايحين عشان المركز ال 13 او غالبا هناخد المركز ال 13 في البطوله. ده التصريح الاولاني. التصريح الثاني ده على المستوى يعني حصل معانا شخصيا، كان مستر مانويل جوزيه معانا في كاس العالم للانديه 2006، ومن ضمن كلامه كنا رايحين قبل البطوله يعتبر تقريبا ب 10 ايام، ومن ضمن كلامه كان معانا ان هو لازم تصدق عشان توصل لحاجه معينه، او عايز توصل لحاجه معينه، او عايز توصل لابعد مكان في البطوله دي، لان البطوله دي قصيره جدا. قصيره جدا فعلا. وبايدك انت تخليها ماتش، وبايدك انت ممكن تخليها 3 4 ماتشات وتوصل للي انت عايزه. في كل ماتش كان بيقول لنا لازم تصدق الحاجه اللي انت ممكن توصل لها. وكان على لسانه يعني ما فيش غير كلمه بليف بليف. صدق. دي كانت يعني لازم آمن. لازم على طول. حتى من ضمن الاهداف اللي احرزها فلافيو كان هدف التعادل مع انترناسيونالي البرازيلي، بعدها على طول هو في على الخط وقعد برضه يصرخ بنفس البتاع بليف. فهي القصه كلها وانت رايح لحاجه معينه لازم تصدق انت رايح ليه. مستر موسيماني ممكن يكون بيتكلم برضه تصريحاته برضه بينيم يعني الى حد ما، مش عايز اقول بينيم برضه، يعني هو تصريحاته ادرى بيها يعني. أيه. وبرضه يعني مش عايزين نقول برضه يعني ممكن يكون برضه بيهدي الراي العام، لان الراي العام برضه او السوشيال ميديا برضه اتكلم بواقعيه. انا مش رايح العب مثلا ماتش واحد ولازم اخد فيه المكسب واخد البطوله وهرجع، لا ده انا لازم هلعب ماتش واكسبه واخش على ماتش تاني اقوى من الماتش الاولاني واكسبه بطل وبعد كده هقابل بطل اوروبا. فدي كلها هو بيتكلم من منطلق واقعيه كره القدم. واقعيه كره القدم انا عشان اوصل للحاجه دي لازم اكون واقعي معاها، احترمها، استعد لها كويس جدا، استعد لها، ودي خاصه لازم احط تحتها 100 خط حته استعد لها، مش هقول لك بقى بالصفقات، ولكن على الاقل لازم اهيئ الجو العام للفرقه بتاعتي ان انا لما اروح هناك واقابل فرق على المستوى العالي زي بطل اوروبا كده هعرف اتعامل معاها ازاي. طب وانت شايف من وجهه نظرك انت البطوله دي شايفها ازاي لينا؟ لا انا على المستوى الشخصي انا جربت الاجواء بتاعت كاس العالم للانديه، يعني انا جربتها، هي لازم تبقى فيها ممكن يكون اختلاف الارض مثلا قطر من اليابان، الاجواء هنا حر او الاجواء هنا برد، لكن الاجواء نفسها بتاع كاس العالم نفسه ان انت بتبقى رايح اولا اللعيب بيبقى مبسوط جدا، ثانيا بيبقى في يعني اجواء خاصه بمعنى ايه. افضل ذكرياتك فيها كده فكرني. يعني افضل ذكرياتي فيها كاس يعني المركز الثالث طبعا، واحنا بنستلم الميداليه بتاعت الميداليه البرونزيه بتاعت كاس العالم للانديه، فدي من افضل الذكريات ليا هناك يعني. لكن الاجواء نفسها في ان الواحد يعيش ازاي مثلا بيبقى رايح التمرين في ملعب معين في باص معين، صحفيين بشكل بيغطي البطوله بشكل معين، مش يعني مش تقليلا لدور الصحافه المصريه، ولكن في تنظيم اكتر في حته ان انا مثلا كصحافه تتعامل ازاي مع اللعيبه او تتعامل ازاي مع الجهاز الفني في المؤتمرات الصحفيه، نوعيه الاسئله، الكواليتي بتاع الملاعب نفسها، التوقيتات نفسها بتاعت النزول للملعب والخروج، كل دي توقيتات مميزه الواحد برضو بيبقى في الذاكره يعني ما ينساهاش. اكيد، وبنتمنى اكيد ان شاء الله التوفيق طبعا للنادي الاهلي في البطوله دي. وخليني اسالك، شفت ازاي قرعه دوري ابطال افريقيا ومجموعه النادي الاهلي؟ يعني هو السوشيال ميديا ما خلتش حد ما يتكلمش في حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه الصحافه والاعلام او اللي هم مثلا ايه، مش عايز اقول اللي بيكرهوا النادي الاهلي، بس ما يعني لما تيجي تتصور يقول لك ايه اصل قرعه النادي الاهلي سهله وقرعه النادي المنافس قويه، لا هي مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه قويه. ايوه، كل فرقه صعدت وبتلعب في مجموعه النادي الاهلي بطل في 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 بلدها، فاكيد عشان كده صعد ولعب طبعا. قبل ما يصعد للقرعه دي فصعد على اساس ان هو بطل. الحاجه الثانيه
كل فرقه هتقابل النادي الاهلي هتقفل وهتبقى في يعني هيبقى في درجه تركيز عاليه وهو بيلعب النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي بطل افريقيا. صح. الطبيعي ان انا وانا بقابل بطل افريقيا ابقى على اتم استعداد، على اتم استعداد في كل النواحي، سواء فنيه بدنيه، حتى الكواليس اللي هي خارج الملعب برضو ببقى واخد الانتباه ان انا لازم اعمل حاجه كويسه قدام النادي. فمفيش حاجه اسمها سهله ومفيش حاجه اسمها صعبه، انا اللي بسهل وانا اللي بصعب. النادي الاهلي هو بيروح بينافس في اي بطوله وبيخش فيها، ما بيفرقش معاه معايا المجموعه سهله ولا صعبه. والدليل على كده ان احنا السنه الموسم اللي احنا خدنا فيها البطوله كان معانا النجم الساحلي وكان معانا الهلال السوداني، وكان في كلام كتير انه دول مجموعه قويه والنادي الاهلي ممكن ما يصعدش، وقفت معانا على اخر ماتش اللي هو بتاع الهلال السوداني. ولكن الحمد لله بروح فانيله النادي الاهلي وبتصميم النادي الاهلي واللعيبه بتاعته قدرنا نعدي وعملنا كل حاجه الحمد لله. وتقييمك ايه للانديه دي؟ يعني لو فيتا كلوب او المريخ او سيمبا، شايف مثلا مين فيهم فريق القوي قوي او الاقوى في الثلاثه؟ انا شايف ان هم كلهم كواليتي واحد. واحد. يعني الدرجه كلها ممكن تكون واحده. الدليل على كده ان هو كمان يعني ممكن يكون برضو الدرجه واحده داخل ملعبه بس. يعني داخل ملعبه بس. كل الفرق الافريقيه والحمد لله ان احنا بنلاعب فرق افريقيه خالصه. يعني ما عندناش برضو يعني ما عندناش فرقه مثلا ممكن من شمال افريقيا، لان احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده ان شمال افريقيا بيعتمد برضو على حته ان في تنافس جامد جدا بين الفرق بتاعت شمال افريقيا وبيبقى في حساسيه بينهم. لكن حته ان انا مثلا الاهلي بيلاعب فرقه من 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 افريقيا او من غرب افريقيا او من شمال افريقيا، من غرب افريقيا او من شرق افريقيا، كل ده بيبقى في حته بقى ان اللعيبه الافارقه بتبقى عندها بس ايه حته ان بعلي التركيز ان انا عايز اعمل ماتش كويس قدام الايه؟ قدام النادي الاهلي، بعكس شمال افريقيا بيبقى في تنافس جامد جدا ان انا عايز اخد البطوله بشكل عام. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها برضو ان الفرق دي برضو كلها بدرجه واحده جوه ملعبها بس. وان يكن برضو ان احنا النقطه برضو اللي انا عايز افتكرتها دلوقتي ان كل الفرق دلوقتي حته كورونا دي اثرت عليها. لان حته الجماهير برضو بيستغلها جوه ملعبه. كل الفرق دلوقتي ما بقاش في بتلعب بدون جماهير. فحته اللعب بدون جماهير دي هتبقى تعتمد على الناحيه الفنيه بس مش اكتر. طيب شايف ازاي شكل النادي الاهلي دلوقتي بعد التدعيمات الاخيره، وكان اخرها يمكن وولتر بواليا؟ يعني احنا عندنا متهيألي دلوقتي اكتر في كذا مركز اكتر من لاعب، وتقدر لو ده مش موجود للاصابه ده موجود مكانه. شايف قد ايه النادي الاهلي دلوقتي الكواليتي بتاعت او الجوده بتاعت اللعيبه بتاعته سواء الاساسيه او دكه الاحتياط؟ اكيد الكواليتي عاليه جدا. يعني انت معلش ما فيش صفقه تمت الفتره اللي فاتت غير واحنا لازم تكون الاهلي بجهازه الفني او بالاداره درستها ماتش واثنين وثلاثه وممكن موسم كمان كامل. يعني ما فيش حد دخل من باب النادي الاهلي غير والاهلي واخد تقييم 100% ان اللاعب ده هيفيد النادي الاهلي في المرحله اللي جايه، وهيفيد اكتر من اللي مشي، مع احترامي مع احترامي الكامل للاعيبه اللي مشت من النادي الاهلي. لكن القصه كلها دلوقتي احنا بنتكلم برضو كنا لسه بنتكلم من الماتشات اللي فاتت حصل ضربات بسبب سواء اما كورونا يا اما الاصابات. بالزبط. لو ما كانش في البديل الكفء اللي يعادل اللاعب الاساسي او اللي يكون اقل منه بدرجه بسيطه خلاص ما كانش النادي الاهلي وقف على ارض صلبه زي ما بيقولوا كده الفتره دي وقدر يعدي المرحله بتاعت اللعيبه بتاعت اللي جالها اتصابت بكورونا او سواء اصابات عضليه. وان الكواليتي لما يكون برضو قريب من بعض ويبقى في درجه عاليه من ان اللعيب الاساسي زي اللاعب الاحتياطي او الاحتياطي زي الاساسي دي بتدي حاجه كويسه للمدير الفني ان انا اقدر اختار بشكل كبير جدا من اللعيبه اللي عندي، وما اقدرش حتى ما اقدرش اخاف في وقت من الاوقات ان انا لو اللعيب ده اتصاب اللاعب الاحتياطي هقول مثلا ممكن ما اديش مكانه، لا هيأدي وهيبقى احسن منه كمان. مين افضل مدافع محترف في الدوري المصري؟ افضل مدافع محترف يعني هو لغايه دلوقتي بدر بنون ما شاء الله عليه، يعني مش عايزين نحسده يعني بيمسك الخشب، يعني ماشي بخطى ثابته، ماشي كويس، بيأدي دوره كويس، لعيب كواليتي عاليه، تفكير عالي، تقدر ثقة في النفس وشخصية أكيد طبعا. أنا لعيب منتخب مغرب. يعني لعيب منتخب مغرب
او ممكن يكون مش لاعب اساسي، بس برضو منتخبات الكبيره زي المغرب كده ما بيبقاش فيها حاجه اسمها اساسي واحتياطي، ممكن في وقت من الاوقات يبقى ليه دور ويبقى لعيب اساسي ويقدر يكمل مسيره مع منتخب المغرب، لان هو الحمد لله بشكل كبير مقدم على النادي الاهلي سواء على مستوى الدفاعي بشكل شخصي اللي هو مان تو مان، او بشكل تغطيات بقى اللي هي بقى الشغل الفني اللي هو ممكن اطلع انفذ تعليمات مستر موسيماني. بشكرك جدا كابتن عبد الله جلال، نورتنا الحقيقه في برنامج السادسه ودايما بتنورنا يا كابتن. ده نور حضرتك ونور الساده المشاهدين ونور جماهير النادي الاهلي طبعا. بشكر حضرتك جدا وبشكر حضراتكم على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.